أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الموعد الإخباري. وبداية، اختتمت القمة الروسية الأفريقية عملها الجمعة بسان بيترسبورغ باعتماد خطة للتعاون في مكافحة الإرهاب وخطة لتنشيط التنسيق في السياسة الخارجية. البيان الختامي للقمة عبر عن القلق إزاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة وسط تعهدات بتعزيز الشراكة بين الجانبين في مجالات التجارة، الأمن، الغذاء والتكنولوجيا. كما جاء في الإعلان الصادر عن قمة روسيا أفريقيا الثانية أن روسيا والدول الأفريقية اتفقتا على المطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن السياسة الاستعمارية والعمل على إعادة الممتلكات الثقافية. وفي كلمته باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن أن الجزائر تعول في سياساتها التنموية على شركائها ومن بينهم روسيا. وتعول بلادي في مساعيها التنموية على علاقات التعاون التي تربطها بشركائها الأجانب بما فيهم روسيا باعتبارها شريكا استراتيجيا للجزائر. الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن كشف أن الجزائر تعد ثاني أكبر شريك في القارة الإفريقية لروسيا، وهو ما تعكسه مرتبة الجزائر كثاني أكبر شريك تجاري لروسيا في القارة الإفريقية، ومختلف الشراكات الثنائية في المجالات الصناعية والفلاحية والعلمية والتقنية. والوزير الأول أشار إلى أن الجزائر وضعت عن طريق الوكالة الوطنية للتنمية الدولية للتضامن ميزانية تقدر بمليار دولار من أجل تحويل مشاريع تنموية في أفريقيا. وضعت الجزائر عن طريق الوكالة الوطنية للتنمية الدولية للتضامن ميزانية تقدر بواحد مليار دولار أمريكي من أجل تمويل المشاريع التنموية على مستوى الدول الإفريقية الراغبة في تمويل مساراتها التنموية، وقد بدأت في تجسيد هذه المشاريع على مستوى دول أخرى على مستوى دول كالنيجر ومالي. الوزير الأول أكد أن التعاون الأفريقي الروسي قطع أشواط طويلة انطلاقا من تضامن روسيا بالأمس مع الدول الأفريقية في كفاحها ضد المستعمر. قطع التعاون الأفريقي الروسي أشواط طويلة انطلاقا من تضامن روسيا بالأمس مع الدول الإفريقية في كفاحها ضد الاستعمار، ووصولنا اليوم إلى إرادة مشتركة لبناء شراكة سياسية واقتصادية مثمرة نتطلع كأفارقة إلى مساهمتها في دعم جهود التنمية في قارتنا. الوزير الأول لفت إلى أن أفريقيا تواجه تحديات متعددة تفاقمها التهديدات الأمنية من جهة ونقص الموارد المالية من جهة أخرى، داعيا إلى مساعدة أفريقيا في تجاوز محنة المديونية ومنحها تسهيلات للحصول على قروض. تحديات تفاقمها التهديدات الأمنية من جهة، ومن جهة أخرى التبعات الوخيمة للمديونية التي بلغت نهاية 22 أكثر من 1000 مليار دولار أمريكي مقابل 354 مليار دولار في نهاية سنة 2010. وجب العمل على مساعدة أفريقيا أولاً في تجاوز محنة المديونية وتسهيل الحصول على القروض التمويلية بشروط سهلة أو على الأقل بنفس الشروط التي تفرض على الدول الأخرى. هذا وحضر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن الذي يشارك ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في قمة روسيا أفريقيا ومنتداها الاقتصادي والإنساني بسانت بيترسبورغ مساء الخميس، حفل الاستقبال الذي خص به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رؤساء وفود الدول المشاركة. وقبيل مراسم الحفل حي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوزير الأول الذي كان من بين رؤساء وفود البلدان الأفريقية المشاركة من رؤساء الدول والحكومات. إلى موضوع آخر، يشكل إرساء ثقافة استعمال السيارات الكهربائية في الجزائر تحد تسعى الدولة الجزائرية إلى تحقيقه في إطار سياستها الرامية إلى تحقيق تحول طاقوي سريع ومستدام. تفاصيل أكثر في تقرير نور الهدى إغبريوان. تسارع الدولة الجزائرية الخطى من أجل تحقيق انتقال طاقوي سريع وسلس في مختلف المجالات الاستراتيجية على رأسها صناعة السيارات. الجزائر الآن في سياق مسعاها المستدام في سياق تحقيق انتقال طاقوي
سلس ومتزن. رغبة تجسدت من خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى مؤسسة BYD المختصة في صناعات السيارة الكهربائية، زيارة تفتح المجال لعملاق السيارة الكهربائية لدخول السوق الجزائرية. هناك مساعي لاستقطاب هذه السيارة وهذه المصنع لا سيما من لدن الصين بعد الزيارة التي أسلفت وقام بها السيد الرئيس إلى الشركة المعنية، وبالتالي يبقى المجال مفتوح. مسعى تقابله في الضفة الأخرى العديد من التحديات، أبرزها ضرورة الإسراع في تعميم محطات شحن السيارات الكهربائية وتكوين اليد العاملة في هذا المجال. مفروض الإسراع في عملية يعني تعميم محطات تزويد بالطاقة الكهربائية لهذا النوع من السيارات، تسريع عملية التكوين في مجال مثل هذه الأمور الجديدة التقنية، تدشين أعمدة شحن السيارات الكهربائية وإقرار تخفيضات جبائية على هذا النوع من السيارات أهم التحفيزات التي تعمل الجزائر على تحقيقها لتشجيع المواطنين على تبني ثقافة استعمال السيارات الكهربائية. أعمدة شحن المركبات الكهربائية للانطلاقة الأولى بالنسبة لهذه العملية في الجزائر العاصمة، وراح تشمل هذه العملية كل ولايات الوطن. تعميم استخدام السيارات الكهربائية في الشوارع الجزائرية أضحى حتمية لمواكبة ثورة صناعات السيارات التي يشهدها العالم، سيما والإمكانيات الهائلة للجزائر في مجال الطاقات المتجددة والتي تؤهلها لتكون قطبا لصناعة السيارات الكهربائية. لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور نتج عن انحراف حافلة لنقل المسافرين بولاية عامة. وأفاد بيان للحماية المدنية الجمعة أن إسعافاتي تدخلت فجر الجمعة من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 6 بلدية عين الصفرة. الحادث تمثل في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط بشار شلف وخلفت 5 وفيات وإصابة 17 آخرين. تتواصل موجة الحر الشديدة التي تشهدها ولايات الجنوب وشرق البلاد وذلك إلى غاية السبت. وحسب ما جاء في نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، فالولايات المعنية هي كل من برجبج مختار أدرار تميمون إيصالح بن عباس وورقلا، حيث ستتراوح درجة الحرارة القصوى ما بين 48 و49 درجة وقد تصل محليا إلى 50 درجة. كما يرتقب أن تسجل ولايات الجلفان مسيلة باتنا خنشلة وتبسة يومي الجمعة والسبت درجة حرارة قصوى تتراوح ما بين 44 و46 درجة. تشهد عديد الدول ومن بينها الجزائر تطرفات مناخية غير اعتيادية بفعل درجات الحرارة القياسية المسجلة جنون الطقس حسب وصف العلماء دفع بالأمين العام للأمم المتحدة إلى التحذير من ما هو قادم، مؤكدا بأن الأرض قد تجاوزت مرحلة الاحتباس الحراري وهي تعيش مرحلة جديدة وصفها بالغليان. نتابع باقي التفاصيل في هذه الورقة. موجات حر قياسية تجتاح الجزائر وأغلب دول حوض البحر الأبيض المتوسط وأجزاء من أوروبا وأمريكا الشمالية ومساحات شاسعة من الكوكب، حيث ينصب شهر جويليا نفسه كأكثر الشهور سخونة على الإطلاق في تاريخ البشرية. فوضى مناخية وطقس صيفي غريب دفع بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للدعوة لاتخاذ إجراءات جذرية فورية تتعلق بالتغير المناخي، مؤكدا أن درجات الحرارة المرتفعة بشكل كبير في جويليا الجاري تؤشر إلى بدء عصر الغليان العالمي. اليوم تصدر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وخدمة كوبرنيكوس عن تاريخ المناخ في المفوضية الأوروبية بيانات رسمية تؤكد أن شهر جويليا 2023 يتجه إلى أن يكون الشهر الأشد حرا في تاريخ البشرية.
لا يتوجب علينا انتظار نهاية هذا الشهر لنعرف ذلك في الأيام القليلة المقبلة. سيحطم شهر جوليا 2023 كافة الأرقام القياسية عن المناخ. انتهى عصر الاحتباس الحراري، لقد حل عصر الغليان العالمي. تأثر الملايين من الناس حول العالم بأحوال الطقس القاسية خلال هذا الشهر، شهر جسد واقعا للتغير المناخي ولمحة مسبقة عن المستقبل، فيما تبرز الحاجة الآن وأكثر من أي وقت مضى إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتجنب الأسوأ مستقبلا. مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة وبالتزامن مع العطلة الصيفية، يعرف شاطئ شنوا إقبالا كبيرا من طرف المصطفين الذين استحسنوا مكانه ونظافته والأمن المتوفرين بهذا الشاطئ. نتابع باقي التفاصيل في تقرير فريال عقيلة زيان. شاطئ شنوا بولاية تيبازا الوجهة الأولى للعائلات من مختلف ولايات الوطن تزامناً وعطلة نهاية الأسبوع وهروباً من موجة الحر التي تشهدها البلاد. جينا من الجلفة والحمد لله يا ربي، جملنا احنا في بعضنا كوتيزاسيون، كل واحد جاب كذا كذا، جملنا ورانا جينا إن شاء الله اليوم نحو على أرواحنا. جينا ونفهمي منا وبناتي ووليدي، الحمد لله خير من الدار. تقعدي عام كامل في الدار تكرهي تخي بيان، كاين امن، كاين لي فامي بارتو، ما كان حتى مشكل هنايا والله الله يبارك. تشكيلات شرطية تضمن أمن وسلامة المصطفين بالإضافة إلى تواجد عناصر الحماية المدنية هنا بهذا الشاطئ، الكل يسهر على ضمان أمن وسلامة المصطفين. تنظيم وكذا راهي الحمد لله وقت لهذا، الحمد لله ما عندناش وفيات وكما يقول لك، ورانا مع الشعب، مع الشعب هذا واقفين حتى كما يقول لك حتى وين يخلص الصيف ان شاء الله. الجانب الامني يعني رانا دائما وذنينا نسمعوا غير لا سونات راح لا بوليس رايحه لومبيروس، يعني اجور ميز اجور، هذا راهم اجور الامن ما شاء الله. شاطئ شنوا وجهة للعائلات الباحثة عن الراحة والترفيه والاستمتاع بزرقة المياه وجمال المناظر المحيطة به. وبالتزامن والعطل الصيفية يلجأ العديد من الشباب إلى المهن الموسمية واستغلال الأماكن السياحية للاسترزاق، كما قناة الحياة رصدت الشاب أنيس بائع المثلجات بشاطئ شنوا وعادت لنا بالتقرير التالي لفريا العقيلة زيان ثانية. تزامناً والعطلة الصيفية يستغل العديد من الشباب الأماكن السياحية والمقصودة بكثرة من طرف المصطفين لجني بعض المال. أنيس طالب جامعي يبدأ يومه في الصباح الباكر بالتوجه إلى شاطئ شنوا لبيع المثلجات. أنا إنسان نقرأ وكا في الصيف رانا نافيكي وكا كشان نخدم لاكريم كل خطرة كيف نخدم دي واحد عامين كشان تقدر تقولي عامين عامين وانا نخدمها كان نخدم هذه الخدمة في الصيف برك بالصح بس كشتا ما كاش كيف نخدم. أنيس يستغل عطلة الصيف لصنع وبيع المثلجات بنكهات وأذواق مختلفة استطاع بها جذب العديد من المصطفين خاصة الأطفال منهم. شاطئ شنوا كاين إقبال كما راكي تشوفي الله يبارك، راهي لابلاج معمرة سورتو بالويكاند، بالويكاند نخدمو مليح الله يبارك بالويكاند واليامات الآخرين شوية شوية. مهنة موسمية يمارسها أنيس في فصل الصيف جعلت من اسمه مرتبطا ببيع المثلجات على شاطئ شنوا المعروف بالإقبال الكبير للعائلات من داخل وخارج الولاية. حملة رقابية تقودها مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية تيبازا منذ انطلاق موسم الاصطياف سواء على مستوى المدن أو على الشواطئ، وذلك للوقوف على مدى احترام إجراءات النقل وحفظ المواد الاستهلاكية والتدخل لردع المخالفين إذا اقتضى الأمر لذلك. ميليسا حميسي رافقت أعوان الرقابة لولاية تيبازا وعدت لنا بتالي. خرجة ميدانية قادت أعوان الرقابة بمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية تيبازا إلى مختلف المحلات التجارية والمطاعم بالشريط الساحلي للولاية بهدف ضمان التطبيق الصارم لضوابط نقل وحفظ وتخزين المواد الغذائية والمشروبات.
قمنا يعني بمراقبة المحلات التجارية التي تقوم بتحضير الوجبات الغذائية وكذلك محلات الإطعام الكامل وكذلك محلات المواد الغذائية من أجل مراقبة مدى مطابقة المنتوجات الموضوعة للاستهلاك، والتي تبين من خلالها أن عدد من المحلات لا تحترم شروط النظافة والنظافة الصحية، أين تم تحرير مخالفات وسحب المنتوجات الغير مطابقة. تفتيش المحلات والمطاعم والوقوف على مدى احترام إجراءات الحفظ السليم للمواد الاستهلاكية مكن من حجز وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري. كيف بيض؟ هذا رغمل هذا يا أخي. غير ريحة خارجة منها، ما تقدرش تبيعوا الناس وش بيك؟ كيفاش انت يعني 300 غرام مشكوك فيها الريحة تخرج منها فايحة تقول لي مشكيل ولا شم الريحة شم؟ والله ما يلح الشاف، والله ما يلح، هذا اللي معك ممكن بصح هذا والله ما يلح. جيب لي مرقاس هذاك شم تشوف، دير له ديستريك شوية خلاص مشكوك فيها، انا ما نخليش تبيع الناس نرموه اللي يخلي لك ويجي يرميه. حملة رقابية تأتي بالتزامن مع انطلاق موسم الاصطياف وكذا ارتفاع درجات الحرارة، وتندرج في إطار برنامج وزارة التجارة وترقية الصادرات الهادف لضمان وصول المستهلك إلى المنتج بأسعاره الحقيقية وكذا الحفاظ على الصحة العمومية. إلى موضوع آخر، تتواصل فعاليات الطبعة السادسة لمسابقة ألعاب الحدود المنظمة من طرف مديرية الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر على مستوى شاطئ مارينا بمنتزه صبلات. هذه التظاهرة عرفت مشاركة أزيد من 1000 طفل ممثلا لبلديات ولاية الجزائر. التغطية كانت لنسرين مزيان. الشاطئ في احتفال هو شعار مسابقة الطبعة السادسة لألعاب بلا حدود التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر على مدار 26 يوما لتثمين وتشجيع المواهب الشابة. طبيعة النشاط يطلب شباب 16-18 سنة لكل حال شوية القوة البدنية، وما يطلبش واحد يكون عوام سباح، معناتها حنا الله مجال كيقولوا الناس روحوا تشاركوا معنا ولا ديروا تسجيلات، يروحوا يديروا تسجيلات على أساس هما السباحين ماهرين، بصح كي يجيو لنا سورسي تلقاو ألعاب واحدة أخرى مغايرة، صح تدوسها في الماء لكن تطلب الذكاء والقوة. مشاركة أزيد من 1000 طفل ممثلا لبلديات ولاية الجزائر عبروا عن استحسانهم لهذه المبادرة التي أظهرت اندفاعا وإصرارا شبابيا على الألعاب المائية والتي تتطلب قوة وقدرات ذهنية وتركيز من أجل الظفر بالمراتب الأولى ورفع التحدي. والله مبادرة حسنة، وإحنا على كل حال نشكروا ميل في هذه المبادرات. المبادرة هذه تسمح يعني تلاقوا يعني عدة جمعيات مع بعضهم يعني كشباب وكأطفال كذلك. نشكر مديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر على هذه المبادرة الطيبة والقيمة لفائدة الأطفال سورتو الدراري. وأنا فرحان اللي هنا كجا نجوز الوقت تاعنا والفارغ تاعنا والفيد كاع في شاطئ البحر. منافسة حماسية بين شباب الجمعيات تتضمن عديد الألعاب الهادفة لتحفيز الأطفال والشباب على ممارسة النشاط الرياضي في جو ترفيهي تنافسي وتطوير النشاطات الترفيهية التربوية في أوساط الشباب. إلى موضوع آخر، أعلن النادي الأهلي السعودي ظهر الجمعة تعاقده رسميا مع الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وبهذه الصفقة يكون رياض محرز صاحب 32 عاما قد اختتم مشواره الحافل بالإنجازات مع سيتي والذي أنهى بحصد الثلاثية التاريخية الممثلة في الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. نهاية هذا الموعد، إلى اللقاء.